المرأة المصرية التي دائما أبدا إذا حضرت زينة المشهد بألوانها وثقافتها وحبها لأولادها، لزوجها، لبلدها، لكل شيء ممكن يصب في صالح المجتمع. المرأة المصرية تحية إجلال والتقدير لها عبر مر العصور المختلفة، دائما ما تثبت ذاتها وتثبت أنها محل ثقة وجديرة في كافة الأمور. المرأة هي الأخت، هي الزوجة، هي الأم، هي الحبيبة، هي المهندسة، هي الدكتورة، هي المثقفة، هي العالمة، هي رحم الحياة. نقدر نقول باختصار المرأة المصرية هي كل المجتمع، ليس نصف المجتمع، ليس تحيزا ولكن إدراكا لقيمة المرأة، وأخص هنا المرأة المصرية. عشان كده إن شاء الله فقرتنا النهاردة هنفتح قلوبنا لكل سيدات مصر الفضليات بعنوان المرأة أيقونة حضارة، مع ضيفتنا العزيزة الأستاذة الدكتورة صفناس أنديل، خبيرة في شؤون المرأة ومؤسسة حملة إيدي في إيدك نبني بلدنا. أهلا بك يا دكتور وتحياتي لحضرتك. أهلا بكم، صباح الخير عليكم. صباح النور يا فندم. خلينا كده في البداية نصف المرأة المصرية. المرأة المصرية هي كيان جميل من غيره ولا حاجة، عبارة عن هي الشمس المضيئة للحياة، بس انت لو قربت منها هتلسعك. كلمة قربت منها بشكل يزعل، بان انت زعلتها، بان انت خليتها تغضب، فهي المرأة كده. بس كده هخوف الرجالة يا دكتور. لا، أنا دايما أقول المرأة المصرية هي نصف المجتمع، بل هي المجتمع كله. فالرجل المصري هو تاج للمرأة المصرية. صحيح. يعني ما نقدرش نستغنى عن آدم. صحيح. ولا آدم يقدر يستغنى عن حواء. دي الحنكة بقى بتاعت المرأة المصرية اللي ما بتزعلش حد. يعني كانوا زمان يقولوا المرأة هي نصف المجتمع، حبة حبة بقيت المرأة هي كل المجتمع. ولكن فعلا لما نقول كل المجتمع، لانها مدركين قيمه واهميه المراه، مدركين الادوار اللي بتقوم بها المراه، وتحديدا المراه الرفيه اللي هي ليها دور بارز في كافه امور الحياه. صحيح. بتراعي زوجها، بتراعي اكل عيشها، بتكون سند ليه في هذه الحياه، حتى في الحقل بتاعه بتكون جنبا الى جنب. فعشان كده نقدر نقول للست الرفيه ايه يا فندم في مناسبه اليوم العالمي للمراه؟ أنا عايزة أقول لكل مرأة مصرية والمرأة الريفية كل سنة وأنت طيبة، وعندنا أمل إن المرأة المصرية ما يكونش عندها أي مشاكل. هو الرجل المصري هو تاج ليها، وهو سند ليها في الحياة، هو اللي هيحافظ عليها، هو اللي يحتويها. أقول لها إذا كنت أنت كان صوتك هو اللي قتل الإرهاب في الفترة اللي فاتت، أقول لها إيدك هي اللي هتبني، هي اللي هتعمر، هي اللي هتعمل المستحيل عشان تخلي مصر دي قد الدنيا. لأن هي فعلا المرأة الريفية هي اللي بيكون هي اللي بتربي الوزير، هي اللي بتربي المستشار، اللي بتربي الدكتور، المهندس، كل الكلام ده كله هي الريفية أو المرأة الريفية اللي بتقف مع جوزها، بتقف في المحن. المرأة المصرية بشكل عام هي جديرة انها تعرف تحافظ على الوطن. صحيح. عارفة يعني ايه قيمة ارض، يعني عرض. ولو نشوف ده من قديم الازل، هي اللي جرت العساكر الفرنسيين قدامها بغطشان الحلل. يوم ما حد بيقرب على ارض الوطن بتتحول حقيقي. صحيح. ومن غير اسلحة. فهي بتكون عندها قوة ايجابية. صحيح. ونزلت وشاركت، وكلنا شفنا الشوارع ايام الانتخابات في الفتره اللي فاتت كان بيحصل التفجير في نفس الشارع. نعم. في نفس المكان، وهي اللي بتنزل ما بيهمهاش، ما بتخافش. نعم. على كافه المحافل السياسيه شفنا الدور الفعالي والدور الايجابي. كانوا دايما بيقولوا ان صفيه زغلول ما ماتتش، لا، ده في مليون واحده مكمله مسيره صفيه زغلول ومساندت الدوله في كافه المحن الخاصه بها. شايفة دور المرأة في رسم الخريطة المستقبلية لمصر إيه، وتحديدا في هذا التوقيت اللي احنا شايفين دور إيجابي، دور فعال من سيدات فضليات فعلا بتحب البلد. صحيح. دي بإخلاص قلبها في المقام الأول على المساندة الحقيقية للدولة، والمساندة في الخروج من عنق الزجاجة وكافة أزمات ممكن تمر بها الدولة المصرية. هو احنا شايفين ان الفترة دي المرأة أكتر من 60% تعول البيوت ما بين أرملة ومتزوجة ومطلقة. نسبة خطر. انت بتشتغلي وبتربي وبتكبري وكل حاجة، لكن كتير كتير. انا شايفة ان من وجهة نظري خريطة الطريق ان احنا نشتغل بقوانين ونشرع قوانين فعلية تحمي الأسرة المصرية
صحيح، لان ده مهم قوي، ان انا عشان ابني مجتمع صحيح يبدا بالاسره المصريه. صحيح. انا لما اهتم النهارده بالمراه المصريه يبقى هي هتعرف تبني جيل صحيح، جيل ثقافي، جيل عارف ربنا ايا كانت الديانات، جيل عارف القيم والمبادئ والاخلاق والدين. احنا محتاجين نقف ونمد ايدينا للمراه، محتاجين المشاريع. احنا اوريدي شغالين بالمشاريع الصغيره، بس احنا عايزين ندي دفعه قويه، عايزين نقول ان مصر ام الدنيا، هي بتهتم بالمراه. مش لازم نحط قوانين عشان تشرع، خلينا نكون القانون الروحي، القانون الانساني اللي موجود لينا كشعب مصر، ان احنا نحمي الست المصريه. لو نشوف في الدول العربيه المرأة المصرية، المرأة العربية تحترم. احنا عندنا هنا برضو، عندنا انا شايفة بشكل عام احترام للمرأة، ولكن احنا دايما بنحب المزيد. احنا بنحب ان نطلع ونبقى احسن ناس. صح. فانا شايفة ان احنا لازم يكون عندنا الروح الانسانية. صحيح. مش هنبالغ لو قلنا ان ثقافة المجتمع ترتكز على ثقافة المرأة، لان زي ما حضرتك قلتي هي اللي بتخرج لنا الاجيال، العمود الفقري لاي مجتمع. شايفة دور المرأة المثقفة الواعية في بناء كوادر ممكن تفيد بلدها ازاي؟ المرأة المثقفة هي في محورين. المحور الاول الجيل اللي جاي، والمحور الثاني هو الجيل الحالي. الجيل القادم هو لازم نهتم بالمرأة ثقافيا ودعم ليها قوي عشان تقدر تبني لي جيل صحيح. لأن هو ده التركيز في الحرب حاليا وفي الفترة اللي جاية، الحرب على المرأة المصرية في الفترة اللي جاية، مش مننا، ده من الخارج. صحيح. المحور الثاني ان احنا نشتغل على الجيل ده، الجيل الحالي، ان احنا نبتدي نثقفه عن طريق الاسرة، عن طريق المرأة، ازاي في المدارس، وده اوريدي كحملة ايدي في ايدك بتعمله. ان احنا بنروح المدارس بندي دورات تنمية بشرية للمدرسين، للطلبة، حتى لأولياء الامور، ازاي نربي جيل صحيح يبدأ من الأسرة. وبنعمل تقديرا جوائز على مستوى الإدارة التعليمية في ان احنا ندي احسن أسرة بتربي كويس. دي مهمة قوي. من خلال البرنامج انا عايزة برضو انوه ان كل الرجال والسيدات لازم يعرفوا ان الحرب في الفترة دي حرب على المرأة المصرية. يدعى دكتور اسرائيلي اسمه ملحم اخون. الدكتور ده كان من شهرين تقريبا في قناة اسرائيلية قال احنا نجحنا نجاح باهر في ان احنا ندمر فكر الشباب، ولكن الحرب حاليا الحرب على المرأة المصرية، الحرب على تدميرها فكر، ان نخليها سلعة تباع وتشترى. ولكن الحمد لله احنا عندنا الـ يعني نقول لغة الشرقية، وعندنا حب، يعني مهما تطورنا ومهما كان فيه، احنا عندنا الاخلاق والقيم والمبادئ لن نستغنى عنها. فلذلك انا بقول مهم قوي ان احنا نقدر نحارب هذا الارهاب، لان الراجل هو اللي هيكون سند لينا. صحيح. وهيشارك، لانه مش هيبن على الست المصريه ان هي تكون بهذه الطريقه ويحارب معاها ضد الارهاب. طيب، بعد ما بقينا نقول ان المراه اصبحت كل المجتمع وليس في نصف المجتمع، هل حضرتك شايفه ان المراه المصريه تحديدا اخذت كافه حقوقها ولا لا؟ بس لما تشوف المحاكم الاسره وتروح تشوف، كان زمان بنشوف يعني جزء معين او مستوى معين اللي بيدخل المحاكم. حاليا انا بحزن قوي، نسبة عالية بطريقة غير طبيعية بكل المستويات. ده ليه؟ ده لأن إحنا ما عندناش دراية كافية يعني إيه أسرة. كلنا بنصارع مع بعض وبنعاند بعض على حساب الطفل للأسف. فأنا شايفة إن القانون لازم ما يكونش ضد الرجل. صحيح. وفي نفس، خليني أكلمك بصراحة، أنا مش عايزة أكون ضد الرجل أبدا، لا، لأن أنا زي ما قلت لك أنا عايزة تصالح آدم مع حواء.
صحيح. احنا مش بينا صراع، احنا بينا بنكمل بعض. صحيح. انا بشتغل وببني وعمر، وانت بتكون سند ليا، بتحميني في الشارع، بتحميني في البيت، بتحميني في الشغل. هو ده الروح المصرية الجميلة. لكن لذلك انا بقول محتاجين شوية دعم، شوية قوانين عشان ابني أسرة صحيحة. ليس للرجل وليس للمرأة، ولكن انا بقول قانون او تعديل قانون الأسرة لصالح الطفل عشان تقدر تبني أسرة صحيحة. يبقى الرجل والمرأة وليس المرأة فقط. دور المجتمع بقى في دعم المرأة، شايفة ايه الدور الامثل يا فندم؟ دور المجتمع لازم يكون في كل حاجة. يعني احنا عندنا تعاملات، عندنا عشان نبني ونعمر صح لازم نعمل حاجة جميلة قوي، وهي بناء الضمير. الضمير اللي محتاجينه في كل وقت. صدقني احنا عشان ننجح صح نعرف احنا بنشتغل ازاي، نعرف ان احنا نقف مع المرأة. الستة بتنزل تشتغل عشان عايزة تبني وتعمر، الراجل عشان بينزل يشتغل بينزل عشان مش عشان اخر الشهر هاخد مرتب. لا، خلينا نكون احنا اللي عايزين نبني صح. دور المرأة لازم يكون لها دور قوي، وهي بالفعل دورها قوي. وانا شايفة ان المشاريع كمان الصغيرة اللي احنا يمكن هقول لحضرتك على حاجة، احنا كحملة ايدي في ايدك نبني بلدنا واخدين مقر لينا، عاملينه زي ورشة عمل. تمام. ورشة العمل لقيت أغلبية الحرف من الرجال، إذا كانت نجارة أو سباكة أو نقاشة، بيسافروا بره في الخارج. صحيح. طيب المرأة المصرية إيه المشكلة إنها تتعلم الحرفة دي؟ ومش هكدب عليك، أنا نفسي حبيت أجرب، هل المرأة المصرية جديرة إنها تقدر تعمل الشغل ده ولا لا؟ بالفعل بقت جديرة بقى الحمد لله. انا عندي الحمد لله احنا مفضيه لهم اوضه عندي في المكتب، وجايبه لهم حد يعلمهم شغل النقاشه لان ده فن. شويه عضلات هيطلعوا لها يعني، لكن هي جديره. لو زوجهم هيحبوهم هيوفروا لهم كتير يا فندم وجود الصناعيه بعد الغلايه اللي احنا فيه. طبعا انا حاطه هدف وحاطه يعني تطوير، ان احنا هنقدر من خلال الحمله عندنا هي جاري الاشهار في وزاره التضامن كمؤسسه تنمويه، ان احنا هنساعد المراه في ان هي تروح تعمل الشغلانه دي ومعاها صف كامل ما شاء الله. وهيكون اقل من اللي موجود في السوق. يبقى انا ساعدت البلد اقتصاديا، ما بقاش عندي حاجه اسمها ان المراه ما بتشتغلش. المراه بتشيل بضاعه، اللي فعلا تشرفني ان منى هي كانت مثال مشرف للمراه المصريه. صحيح. بعدك شايفه الثقافه العامه او الحاله العامه للبلد تسمح بهذه المهن للسيده انها تبقى موجوده يا فندم بشكل كبير ولا؟ اللي خلى المراه تبقى ميكانيكيه، اللي خلى المرأة تشتغل في كذا حرفة قوية صعبة، هي حبت تتخطى، بتسوق ميكروباصات. احنا بنتكلم في ان الست بقت عندها هدف، ممكن تكون متمردة على اللي بيحصل لها، بتعاني من مشاكل شخصية عندها، عايزة تثبت للمجتمع ان انا جديرة، المفروض ان انا المجتمع ياخد بايديها ويقف معاها في المحنة دي ويقول لها لا انت موجودة. مش عايزين نلاقي العنصرية، احنا مش عايزين ده، ولكن احنا عايزين نقول احنا بايديكي يا مرأة يا مصرية، اشتغلي في كل المجالات واحنا معاكي، هندعمك، هنبني ونعمر مادام انت عندك طموح وامل انك تكوني يا لا اكون. فاحنا بنقول احنا هنكون ان شاء الله. طيب خليني اسالك برضو شق اخر من السؤال، هل حضرتك شايفه ان المجتمع المصري تقبل التواجد الكبير والفعال للمرأة المصرية على الساحة ولا لسه محتاجين شوية شغل؟ لا، احنا محتاجين شوية توعية. الشعب المصري محتاج توعية. الشعب المصري جميل واحسن شعب. صدقني فعلا عطوف ويقدر يتكاتف في لحظة. فاحنا محتاجين شوية توعية شاملة عشان نتحد، عشان فكر، عشان ما نقولش ان المرأة يعني في بعض، مش هقول كل الناس، ولكن المرأة بتعاني في بعض الأحيان في الشارع المصري.
صحيح. بتعاني وهي سايقه، بتعاني وهي بتعدي الطريق. مش عايزين ندخل في يقول لك ما هي لبسها، لا، بتبقى ممكن تكون مناقبه وممكن تعاني من حاجه زي دي. ولكن احنا محتاجين شويه توعيه، لان اللي قدامك دي هي زوجتك، بنتك، اختك، في يوم من الايام هتبقى حفيدتك. تمام. طيب الحملة الخاصة بحضرتك اللي هي ايدي في ايدك نبني بلدي، دورها في هذا الجانب ايه، بحيث ان احنا نقدر نشتغل على الجانبين؟ انا بأهل دلوقتي المرأة المصرية وبخليها تنخرط في كافة المجالات، عفوا، اعتقد في الجانب الاخر ان احنا نقدر ننشر جانب التوعية وتقبل المجتمع للثقافة بشكل عام، لتقبل المرأة بتواجدها في كافة المجالات الاخرى، صح كده؟ طبيعي طبعا. احنا بندي توعية شاملة، بنديها عن طريق المدارس زي ما قلت لحضرتك، لان ده مثلث هرمي قوي. عشان تبني بداية صحيحة تبدأ بالتعليم. فاحنا مش جهة رسمية، ولكن احنا العمل الخدمي والعمل العام يحتم عليا ان انا احافظ على بلدي في وقت المحنة. فانا بشتغل جزء قوي جدا، او بنشتغل جميعا كحمله ايدي في ايدك ضمن بلدنا. بنشتغل على المدارس ثقافيا، للاسره، للمدرس، للطلبه، ده جزء مهم قوي. الجزء الثاني انا بدي حاجه في التنميه البشريه، ازاي تنشئ اسره صحيحه. احنا حمله ايدي في ايدك ضمن بلدنا الحمله الوحيده اللي حلت مشاكل الأسرة لغاية دلوقتي 200 أسرة ما دخلتهمش محاكم. ما شاء الله. وعندنا أمل إن شاء الله إن إحنا نقضي على المشاكل دي، لأن أنا عندي دكاترة علم نفس وتنمية بشرية. تمام. بيساعدوا لده طبعا، وبنقعد نتكلم معاهم، لأن أنا عايزة أقول للناس العلم النفس دوت، دكتور علم النفس مش حاجة وحشة. صحيح. ده زي طبيب جراح، زي طبيب بطنة، زي صحيح. أطفال، whatever. عفوا، لكن اللي انا عايزه اقول عليه مش عيب نصلح من انفسنا. طيب من خلال تعاملك مع اكثر من حاله و200 حاله الحمد لله ما قدرتيش تشتغليهم يدخلوا محاكم وصلحنا الحال زي ما بيقولوا كده بالمعنى الدارج، اكثر الحالات كان اسبابها ايه؟ هل اسباب ماديه؟ هل اسباب اجتماعيه؟ عشان بس نقدر يعني ننشر جانب التوعيه بشكل افضل تجاه الاسر اللي فيها حاله توتر لا قدر الله. بص، هي متنوعه، في جزء للماده، في جزء فكر، في جزء ان الاب والام بيتدخلوا اذا كان من الطرفين، في ان الشخصيه ضعيفه من الرجل شويه، في ان المراه مسيطره شويتين. ماشي. اعتقد الحاله الغالبه ولا لكن الحاله اللي كانت صعبه عليا وهم ما كانوش قدامي، ان جات لي حاله خارج مصر. تمام. دي اسره مصريه، ودي انا يهمني قوي ان كل المشاهدين يركزوا في الكلام ده. الاسره دي اتصل عليا الرجل، قال لي انا دخلت على مراتي لقيتها بتتكلم عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي وبتتكلم مع حد، وانا فعلا هطلقها عشان هي انا بالنسبه لي دي خيانه. فانك انت تتكلم معاهم عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي مش قدامك فيس تو فيس، دي صعبه. فانا استغليت المواقع وابتديت اتكلم معاهم فيديو عشان نعرف نتفاهم مع بعض. قلت له لا غبار عليها، هي المشكله فعلا، بس مش هجيب اللوم عليك، هي غلط، ولكن تعال نشوف المشكله كانت نابعه منها. هو كانت مشكلته ان هو مهتم بالشغل، ما بيهتمش بيها خالص، ولا ببيته، وكل حياته ليل نهار شغل. فده كانت مشكله بالنسبه لها، فقدت. بس برضه دكتور مش مبرر قوي ان يعني لهذه الحالات يعني انها تكون جانب الشغل، ما هو الراجل بيشقى وبيتعب عشان خاطر مين في الاول وفي الاخر؟ بالظبط. انا في البدايه قلت ده خطا، متفق ان تحقيق الموازنه، لان احنا عندنا، احنا ناس شرقيين، اخلاقيا وتربويا ما ينفعش. صحيح. ولكن احنا دي كانت اكتر حاله بالنسبه لي كانت غريبه. نعم. وكيفيه التواصل هنتعامل ازاي؟ هينزل مخصوص هو وهي؟ ولكن كانت النتيجه الحمد لله ان احنا نجحنا الحمد لله، والدكتوره طبعا كانت معايا، نجحنا في ده. نعم. وكانت حالة صعبة تانية، كان في يعني رجل كان قاسي شوية، انا محدش يدخل في حياتي، انا معرفش ايه، جدا. نعم. بس انت عملتها بدبلوماسية، عرفت تحتوي مشكلة هذا الرجل، وابتديت. واسعد لحظة بالنسبة لي حقيقي لما بشوف الاب والام واخدين ولادهم وماشيين من مكتبي وهم نعم. بالظبط، وبيبقى معاهم زي روشته. تمام. سيستم بيمشي عليه، ودي كانت بتبقى احسن لحظه بالنسبه لي. طيب.
ننتقل للمرأة الريفية اللي أنا بوصفها بالصخر، حمالة الآسية، الصامدة، القوية، الأصيلة، اللي بتحب بإخلاص مش بس بيتها، لأ كمان كافة النواحي اللي بتدر دخل وبتدر عائد إيجابي على المجتمع. شايفة إزاي نقدر نعيد المكانة القوية للمرأة الريفية؟ إزاي نقدر نخليها دور فعال أكثر من ذلك من خلال استغلال الجو الجميل اللي بتعيش فيه وهو الريف المصري؟ الست المصرية الريفية ما أجملها، صحيح، والبساطة اللي فيها حقيقي، وببقى مستمتعة جدا لما بروح وأقعد معاهم في الغيط وهم بيشتغلوا وبيساعدوا الراجل من بدري ويبتدوا يومهم. ما بتبصش لأي شكل، كل همها جوزها والأرض، وإنها تطلع جيل عنده ثقافة، صحيح، عنده فكر. طيب لما هي بيطلعوا بتلاقي الأوائل أغلبيتهم طالعين من الريف ومن الصعيد، نعم، ده يؤكد أن الست المصرية أو الريفية هي جديرة بده. لكن النهاردة احنا محتاجين نطورها، نعم، في الوقت معين كمحو أمية احنا لازم نعلمك عشان تعرفي تتعاملي ازاي مع أولادك، تعرفي تذاكري معاهم ازاي. الجزء الثاني ازاي تتعاملي مع جوزك فكر، نعم، عشان ما انتش آلة، انت قادرة تعرفي تعملي وتشتغلي. في حاجات كتير قوي احنا بنشتغل معاها فيها، ولازم نساعدها ونديها دعم ونقول لها انت تستاهلي فعلا انك تتكرمي، مش بس من خلال الإعلام، ولكن قدام الدنيا كلها، ان المرأة الريفية هي فعلا جديرة. واعتقد اجمل ختام، وزي ما بيقولوا كده ختامه مسك، بالمراه الريفيه. نتمنى يا رب كل التوفيق للمراه المصريه، وزي ما اعتدنا منها على اثبات ذاتها وان تكون محل ثقه وجداره في كافه المحافل وكافه المناسبات. ان شاء الله المسيره مستمره بل للافضل وللامام مستقبلا. بشكرك جدا ضيفتي العزيزه الاستاذه الدكتوره صفناز قنديل، خبيره في شؤون المراه ومؤسسه حمله ايدي في ايدك من بلادنا. شكرا ليك يا فندم وشرفتني بتحياتي لحضرتك. شكرا ليكم. بعد الفاصل مشاهدينا نلقاكم في فقره حواريه اخرى، انتظرونا.